قامت قوى الاحتلال الصهيوني ب الهجوم على رام الله، واكب بعد ايام الهجوم على مزرعه عين الصاحب في سوريا. فهذه العربده والقرصنه الاسرائيليه التي تعودنا عليها، الان ما يحدث في غزه حاله مماثله. هجوم على غزه، توجيه انظار لتغطيه هذا الهجوم من خلال ما جرى من خلال اعتداء الطيران الإسرائيلي على المجال الجوي السوري. هذه الإشارات الحقيقة نستغرب أن المجتمع الدولي يسكت عن كل هذه الممارسات والاعتداءات التي تتم صباح كل يوم. أنا برأيي أعزيه إلى حالة الضعف العربي الذي نعيشه الآن. لو كنا أقوياء متضامنين لما استطاعت إسرائيل أن توجه أمثال هذه الرسائل التي تود أن توجه. وسوريا قادرة على الدفاع عن نفسها عندما تتعرض إلى أي اعتداء، وبعتقد أن جماهير أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج ستكون مع سوريا إذا أراد العدو الصهيوني أن يفكر بمغامرات جديدة. اختراق الأجواء العربية أو أجواء أي دولة هو ضد الشرعية الدولية وضد القوانين والأعراف الدولية. أما الشق الآخر من السؤال، فبالتأكيد هذا يثبت مرة أخرى الحاجة إلى الاحتكام إلى الشرعية الدولية، والحاجة إلى الرجوع إلى مزيد من العقلانية والجلوس إلى طاولة المباحثات، وأن العنف لا يولد إلا العنف، وأن حلول أحادية الجانب لن يكتب لها النجاح.